هيا اختر السيف، لقد أوشكت على الفوز في هذه المرحلة. مرحبا كيفن، أحضرت بيتزا. لا فكتي. آسف يا إيمي، أعتقد أنه يجب علي التقاطها جميعا. يا لسوء حظي. أوف لا أستطيع التقاط أي شيء مع هذه الأظافر. حسنا سأساعدك. يبدو الأمر أسهل بكثير بدون هذه الأظافر الطويلة. حسنا، هل يمكننا تناول العشاء الآن؟ أنا غنية. كلا أنا الغنية، أعدها لي. كلا، ماذا لو أوقعتها مرة أخرى؟ إنها بأمان معي. يخبرني حتي أن كيفن سيندم على ذلك. مرحبا كيفن، هل اشتقت إلي؟ من الأفضل أن تحافظي على هدوئك يا أمي، فقد يستيقظ في أي لحظة. يبدو أننا لوحدنا هنا. أمي انتبهي، لقد بدأ يستيقظ. أوف كان ذلك وشيكاً. أنت في عالم الأحلام يا كيفن، صحيح؟ جيد، أنا على وشك تلقين كيفن درساً قيماً. أو لا، ما الذي فعلته أمي؟ أوبس، يبدو أنني نمت على الأريكة مرة أخرى. لقد كانت تلك غفوة جيدة، أعتقد أنه يجب علي الاستعداد للمحاضرة. كيفن، شيء ما يبدو مختلفاً قليلاً. ماذا؟ هل زرت صالون تزيين الأظافر أثناء نومي؟ كيف حصلت على هذه الأظافر؟ حسناً، يبدو أن يومك على وشك أن يصبح شيقاً للغاية يا صاح. إيمي تتصل، كيف يفترض بي التقاط الهاتف مع هذه الأظافر؟ انتظر يا أمي، أنا أحاول جاهداً. كيف تسحب الشاشة مع هذه الأظافر؟ لحظة، سأستخدم مرفقي. كلا، لم يعمل. لقد عمل. ها، هل تحب أظافرك الجديدة؟ نعم، هذا مضحك للغاية. أعني نعم، إنه مضحك، سيكون أسوأ يوم على الإطلاق. في حين أنها مؤلمة، إلا أنه يمكنك استخدام الاهتمام بأظافرك كعذر للاسترخاء وتبادل القيل والقال. أو ظهري يحكني بشدة، مبرد الأظافر لم يوقف. لحظة، مرحبا يا رفاق، هل تودون الذهاب للحديقة؟ ما الذي يحدث هنا؟ نعم، لليسر قليلا. إيمي، سأعود لاحقا. حسناً، كان ذلك محرجاً بما يكفي، دعنا لا نتحدث لساعة، اتفقنا؟ هل تتصفحين الإنستغرام قبل النوم؟ واو، هل رأيت تلك الصاعقة؟ بسرعة أطفئ المصباح. من الأفضل أن أغلق عيني وأمل أن تنتهي العاصفة عما قريب، إنها مخيفة جداً. إيمي، افتحي عينيك، هناك شخص أو مخلوق في غرفتك. ما هذا؟ أرجوك لا تؤذيني. أين زر المصباح؟ عثرت عليه. حسناً، من هناك؟ أظهر نفسك. مرحباً كيفن، لقد ظننت أنك وحش شرير قادم لقتلي. ماذا تريد؟ أرجوك، هل أزلت أظافري الصناعية؟ أخ، لابد أن إزالتها مؤلمة. انتبهي، أريد أن يظل بعض الجلد على أصابعي. أظافري الطبيعية، لقد اعتقدت أني لن أراك أبداً. مرحباً يا رفاق، هل تتساءلون عما يحدث؟ بما أنكم تحبون أكل الأشياء ولعقها كثيراً، فأعتقد أنكم ستحبون تحدي الأطباق الكلاسيكي التالي. لكل طبق تحصلون عليه، ستقررون من يقضمه ومن يلعقه ومن لا يقوم بأي شيء. اتفقنا؟ حسناً يا رفاق، من الأفضل لكم تحضير شهياتكم. وها هو أول طبق. حسناً، ما الذي تنتظرونه يا رفاق؟ أزيح الغطاء. أقدم دجاج. يا إلهي، أمل أن تنهض من الطبق وتسير بعيداً عنا. أو لا، لن تقومي فعلياً بقدم هذا الشيء، صحيح؟ هل تريدان تذوقه؟ أو يبدو مطاطياً. بسرعة، أحضروا لي جردلاً. حسناً صوفيا، حان وقت التنفيذ. كلا، لا أعتقد أنه يمكنني القيام بذلك الشيء. كيف يفترض بي وضع لساني على هذا الشيء؟ لو كان بإمكانك إلقاء تعويذة سحرية لجعل هذا الطعام يختفي. حسناً، لقد فعلتها، الآن اتركني لوحدي. حسناً، لقد نجوت من ذلك يا كيفن، يا لك من محظوظ. حسناً، هل أبعدتم هذا الشيء عنا؟ واو، تبدو هذه الكعكة لذيذة. فراولة، كرز، توت، ما هي نكهة هذه الكعكة؟ لحظة، لم تنظر إلى بطاقتك بعد. سيداتي سادتي، أروني بطاقاتكم. ياي، سأتذوق طبقة الكريمة الوردية. لابد أنه عيد ميلادي، لأني سأخذ قضمة كبيرة من هذه الكعكة. وللأسف هذا يعني أن كيفن يحصل على لا شيء. المعذرة يا رجل. المعذرة، سأقوم بمجرد تقريب هذا الشيء لجهتي في المائدة.
لحظة، أعتقد أنه من المفترض أن تقومي بلعقة واحدة فقط يا باكي. لنرى أي جهة تحتوي على كريمة أكثر. واو، لقد غصتي في الكعكة، أليس كذلك يا صوفيا؟ هل من الممكن أن أخذ قضمة؟ أرجوك. بالطبع يا كيفن، تفضل يا صديقي. مفاجأة يا حبيبي. هاو، ألم تتوقع حدوث ذلك يا كيفن؟ أنتما، لا أحد يضحك على سوبرمان. حسناً، لقد استحقيت ذلك يا صوفيا. هل نظف أحدكم نظارتي؟ لا أستطيع أن أرى أي شيء. نحن نعرف هذا الشيء، إنه ليمون. يبدو أن فيكي ستقوم بلعق هذا الليمون. أو سيصاب كيفن المسكين بتقرحات في فمه بعد هذا التحدي. سألعقه، الأمر بسيط. أو حامض جداً. على مهلك يا فيكي، فلا يزال كيفن يحتاج إلى قطعة. واو، أنت تعلم أنه لا يفترض بك أكل القشرة، صحيح؟ هذا وجه عابس لم أرى مثله مسبقاً. بمجرد أنك مصارع سومو لا يعني أنه لا يمكنك أن تهيم في كتاب جيد من حين لآخر. لم أعلم أن مصارعة السومو تتطلب الكثير من الجهد. ماذا؟ أو لا، نسيت تماماً موعدي الغرامي. لا يمكن أن أنسى هذا. أكره أن أخبرك يا جاس، لكن ما من طريقة لجعل هذا يدخل في هذا الشيء. أوف، هل هذه متوافقة أصلاً؟ لن أدخل أبداً في هذا. حسناً، يبدو هذا غريباً لكنه قد ينجح. على الأقل إنه جريء، صحيح؟ أو ربما علي الخروج بمظهر المنقذ اليوم. هل تحاولين الطيران بعيداً عن مشاكلك الآن؟ حسناً، حماقة هذا المظهر تقريباً تشتت الانتباه عن حقيقة أنك في بدلة مصارع سومو. قلت تقريباً. هذا بالتأكيد لا ينفع. يبدو أن عليك تقبل جلدك اليوم. انتظروا لحظة، ما زال يمكنني وضع المكياج، صحيح؟ نعم، مكياج. حسناً، أزلت الغطاء وأنا مستعدة للبدء. قلت أنا مستعدة للبدء. أو لا، عن جد؟ أبدو مثل بوزو المهرج مصارع السومو. ماذا الآن؟ 30 دقيقة؟ يا أخي، أحتاج لمساعدتك. جاس، لا أقصد إحراجك، لكن لديك القليل. أعتقد أن هذا أصغر مشاكل اليوم يا كيفن. إليك، هل يمكنك مساعدتي من فضلك؟ ضعه على وجهي وحسب، أوكي؟ كيف أخرج هذه الأشياء من هنا؟ إليك، واو، أين أبدأ؟ حسناً كيفن، اختر ميزة وركز عليها، يمكنك القيام بهذا. أو تلك حركات كبيرة جداً يا كيفن، وبعض البودرة هنا أيضاً، ولمسة أخيرة لإكمال هذه التحفة. أنت مستعدة للخروج، يبدو أن مهمة كيفن قد تمت. شكراً يا رفيق. وها هو رفيق جاس، الشاب سيواجه صدمة حياته. جاس، هل هذه أنت؟ أنا مستعدة لموعدنا الغرامي حبيبي. هل تسحب الكرسي لي أم ماذا؟ إن كان حبيبك يحبك حقاً فلن يهتم بمظهرك الخارجي. لماذا كل هذا الوقت حتى تسحب لي الكرسي اللعين؟ أجل، عليك سحبه أكثر من ذلك بقليل. أكثر يا رجل. حسناً، هل هذا كافٍ؟ أكره أن أطلب، لكن عليك سحب الكرسي أكثر بعد. هيا، اقتربت. يا رفاق، انظروا كم هو محرج. هاي، لقد فعلتها، شكراً حبي. الآن علي معرفة كيفية الجلوس عليه. سهل، سهل. حسناً، مؤخرتي على الكرسي رسمياً. هل تمانع في إعطائي كأس النبيذ يا عزيزي؟ شكراً، في صحتك. يمكنني تذوقه تقريباً. هيا، أشعر أن هذا قد يكون الموعد الغرامي الأخير لهما.